أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الخميس 17 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الثور عاطفيا: أنت تعلم جيدا أن الحبيب يحاول أن يقدم لك كل ما في وسعه لإسعادك. حاول أن تبادله نفس الشعور لتكون الحياة أكثر سعادة واستقرار نفسي. لا تتجنب مواجهة المشاكل الصغيرة فتكبر دون أن تشعر. حاول دائما حلها أول بأول، وسيكون ذلك أفضل لكلا الطرفين. مهنيا: دافع عن حقوقك فأنت تستحق الأفضل. اتخذ خطوات جريئة وآراء قوية. اتبع حدسك فهو لن يخذلك. لا تقع فريسة الضعف، فهذا الوقت غير مناسب لذلك. صحيا: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطا في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي. الحركة والتغذية السليمة كفيلان بضمان صحة جيدة. توقعات برج الثور للرجل: كن مساعدا لأصدقائك وكن يد تعطي الجميع ولا تنظر إلا المقابل. أنت شخص تعرف جيدا كيف تدبر أمورك. لا تجعل الحياة تقف أمام مشكلة. حاول أن تكون إنسانا مرنا أمام الصعاب، وهذا من الذكاء الذي يتمتع به مواليد برج الثور، ويعتبر من نقاط القوة في شخصيتهم. طاقتك لا تعرف الحدود. توقعات برج الثور للمرأة: أنت لست كاملة ولست المرأة الخارقة، وبالتأكيد لديك نقاط ضعف مثل كل البشر، وهذا لا يقلل من قدرك وأهميتك في شيء. الذكاء هنا هو معرفة تحديد إمكانياتك جيدا. اتبعي أكثر الطرق ولا تصعبي على نفسك الحياة، وابحثي فقط عن صحتك وسعادتك. مؤشرات برج الثور ليوم الخميس: الطاقة 90%، العاطفة 100%، النجاح 100%، الصحة 80%. أرقام الحظ لبرج الثور ليوم الخميس: 14، 95، 67، 21. توافق برج الثور ليوم الخميس: في الحب مع برج الثور، في الصداقة مع برج القوس، في العمل مع برج العقرب. الكوكب الخاص ببرج الثور: الزهرة. العنصر: ترابي.